السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كل شي مزيان. غادي نحاول نطول الجملة اللي كنقولها في بداية كل حلقة، الجملة المغربية ديال اليوم. وأنا غادي نقول لكم إنه كاين الخبر على موقع جزائري طلع لي الدم بزاف، وهو في إهانة كبيرة، وأنا غادي نقول لكم التفاصيل دياله ولكن بعد شوية. ودلوقتي بقى اتكلم مصري عشان نكمل بقية الحلقة بتاعتنا، عشان ما ببطأ لكوش الدنيا. المهم، معانا اخبار مهمه جدا جدا النهارده، وكمان هنقول اسماء الناس اللي جاوبت السؤال بتاع امبارح. انا امبارح اخطأت ما قلتش السؤال في وسط الحلقه، ففي ناس كتير ما انتبهتش ليه، لكن النهارده اقول لكم السؤال ان شاء الله في اخر الحلقه، وهقول اسماء الناس. معانا النهارده اخبار كتيره جدا جدا، وبعد كده هنتكلم في تفاصيل الخبر اللي نشرته جريده الشروق، واللي بالنسبه لي غريب جدا. مفيش دوله تنشر الخبر ده عن دوله تانية، يعني عمرك ما تلاقي موقع مصري بيتكلم على خبر زي ده في دوله تانية، انما هم متربصين، وهقول لكم ايه سبب نشر الخبر ده. لكن قبل ما نتكلم في تفاصيل الخبر ده، هقول لكم على اخبار مهمه جدا، ومنها اخبار غريبه بالنسبه لي بصراحه. يعني الجزائر بترسل 20,000 طن من السكر لتونس، والكميه وصلت بالفعل. طب قولوا لي، علاش الجزائر بتكافئ تونس عشان استقبال بن بطوش؟ ولا ولا بعت السكر؟ لا ولا، عشان بتسمع الكلام. برافو على رأي عادل إمام ما بيقول. فدي بالنسبة لي ملهاش أي مبرر ولا معنى، غير إنه الجزائر بتكافئ قيس سعيد على استقبال بن بطوش وعلى تنفيذ الأجندة الجزائرية تجاه المملكة المغربية. طيب، ان حتى الجزائريين على السوشيال ميديا، انا ضحكت جدا لقيت بعض الجزائريين على السوشيال ميديا بيهاجموا التصرف ده اساسا، يعني بيقولوا واحنا لاقيين، احنا لما بتبعتوا لهم هم سكر واحنا لاقيين، احنا بنقف طوابير على الزيت والكحك والغريبه، بتبعتوا لهم سكر؟ فدي طبعا عملت مشكله كبيره كمان في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الجزائريين. فرنسا بتلعب بالنار مع المملكه المغربيه، والحقيقه موقف غريب من فرنسا تجاه المغرب من فتره طويله جدا، ودايما بقول انه فرنسا مواقفها يعني غريبة بصراحة، مواقفها غير مقبولة دايما دايما على مدار تاريخها كله يعني. فالحقيقة انه فرنسا بتحط شروط تعجيزية في يعني تطليع الفيز والتأشيرات للمغاربة بشكل كبير جدا في كامل الأعمار وكامل المناصب، يعني الطلاب والمدرسين والأساتذة والعلماء والدكاترة والفنانين كلهم فرنسا حاطه لهم شروط تعجيزية عشان يطلعوا فيزا فرنسا. يا عم وانا رايح الجنة؟ فالحقيقه عجبني جدا ردود افعال المغاربه اللي قالوا احنا مش عايزين اصلا نروح فرنسا، وليه نروح فرنسا؟ ما نروحش فرنسا. لكن السيد ناصر بوريطه طبعا قال انه تصرفات فرنسا مرفوضه وغير مقبوله وغير مبرره وغير مفهومه، وانه الحقيقه عدد التاشيرات للمغاربه نزل للنص، وده من قبل الحكومه الفرنسيه، فده امر غير مقبول تماما وغريب. ولكن المعامله بالمثل زي ما قلنا، وزي ما قلنا المملكه المغربيه هتتعامل مع فرنسا بنفس الشكل ونفس الصوره ونفس الطريقه، وانا كمان لا هاجي لك فرنسا ولا اقول لك تعالى عندي المغرب، يعني مش بس مش هاجي لك ولا هقول لك تعالى عندي وهعمل لك تاشيرات واصعبها عليك. وده مبدأ المعاملة بالمثل اللي ماشي بيه المغرب في الفترة الأخيرة، وهو مبدأ ممتاز جدا. وواضح ان المعركة القادمة للسيد ناصر بوريطة هي معركة مع فرنسا، وطبعا هي خاسرة بالنسبة لفرنسا، لانه زي ما احنا شفنا اسبانيا والمانيا لما دخلوا في خلافات وصراعات مع فرنسا الاتنين رجعوا ورا خالص، لف وارجع تاني. فاكرين فيلم علاء ولي الدين؟ بالظبط، فرنسا هتعمل كده زي ما اسبانيا قالت لف وارجع تاني، وزي ما المانيا قالت لف وارجع تاني. محللين سياسيين مغاربه قالوا ان زياره وزير العدل الجزائري للمغرب عشان يدي المغرب الدعوه بتاعت القمه العربيه، ده معروف سببه ايه، وكلنا على فكره عارفين وواضح جدا، يعني ده ضغط عربي او الدول العربيه لما قالت احنا مش هنحضر القمه بدون وجود المملكه المغربيه، فبالتالي الجزائر ما قدامهاش حل غير انها ترسل حد عشان يبعت دعوه للمغرب، لانه ما فيش قدام الجزائر غير كده، لانه القمه مش هتقام ومش هتنجح من غير وجود المغرب، لانه العرب كلهم قالوا مش هنحضر بدون المغرب. فبالتالي دي مش دعوه، يعني مش الله ده جه، لا، الدعوه دي بالضغط من الدول العربيه اللي قالت احنا خلاص مش هنحضر ولازم وجود المغرب، وهددوا بنقل القمه العربيه للقاهره، فبالتالي هم عملوا الخطوه بتاعت دعوه المغرب دي. كمان في نقطه مهمه جدا، انه المغرب في الغالب اذا حضر القمه هيحضر ناصر بوريطه، مش هيحضر جلاله الملك محمد السادس، والسيد ناصر بوريطه هو اللي هيحضر ممثلا عن المملكه المغربيه، وده لان ده الصح، وده اللي ما ينفعش يحصل غيره، لانه النهارده القمه دي لو اقيمت في الجزائر
الدول العربية كلها مش بس المغرب هيعتبروها قمة صغيرة، لأنه حصل الحقيقة تجاوزات كتير جدا من الحكومة الجزائرية تجاه كل الدول العربية في الفترة الأخيرة، من تعاون مع إيران وتعاون مع أثيوبيا وتعاون مع البوليزاريو. كل ده يخليك على عداوة مع المغرب ومع مصر ومع السعودية ومع الكويت، كله يعني. فبالتالي هو وجوده عشان يدي دعوة للمغرب، لأنه مجبر يعمل ده، لأنه المغرب لو ما حضرش القمة هتبوظ، ولأنه العرب كلهم قالوا احنا مش هنبقى متواجدين لو المغرب ما حضرش أو تقام خارج المغرب، ورشحوا إنها تقام في مصر. وعلى فكرة بيعجبني جدا الحمد لله يعني العلاقة الجيدة اللي ما بين ناصر بوريطة ومصر. على فكرة في علاقة جيدة ما بين السيد ناصر بوريطة والمسؤولين في مصر، ودي حاجة بتفرحني جدا، وأتمنى تقارب الحكومتين بشكل أكبر وأكبر، وأتمنى يكون في تعاون مصري مغربي في كل المجالات إن شاء الله. لأنه والله لو حصل تعاون كبير ما بين البلدين دول، وقلتها لكم كتير، هنوصل لحتة يعني بصوا فوق قوي، اكتر ما احنا فوق طبعا، لان احنا اللي فوق في قارة افريقيا، احنا الاثنين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. نيجي بقى للخبر اللي طلع ليا الدم، وهو خبر جريدة الشروق. انا عمري ما شفت جريدة في العالم ممكن تكتب خبر زي ده في بلد تاني. قولوا لي يا جماعة سؤال، هو في بلد ما فيهاش بنت ممكن تتجوز واحد في السر؟ هو في بلد في العالم ما فيهاش بنت ممكن تصاحب واحد وتعمل معاه علاقة؟ حرام، في بلد كده؟ ده في كل بلاد العالم فيها كده، ما اقول اسم كل بلاد العالم، اتحداك ما فيش بلد في العالم ما فيهاش كده. اي بلد هات لي مين فيها واحده واثنين وثلاثه بتتجوز في السر وبتعمل علاقه في الحرام، صح؟ طيب جريده الشروق كاتبه خبر بعد اقامه، بصوا يا جماعه العنوان، وافتحوا على موقع الشروق وشوفوها عشان دي جريده وسخه. بعد اقامه علاقه معها مغربيه تتعرض للطعن من قبل سائح كويتي، وجو ده العنوان، وجوه المقال بقى هو بيحكي لك التفاصيل، كاتب لك يعني في المقال عملت علاقه محرمه مع الكويتي ده وقام بطعنها. طب هو ممكن اعد لك كام واحده اللي جريده الشروق، كام واحده جزائريه بتعمل علاقه محرمه؟ طب ممكن اعد لك كام واحده اسبانيه والمانيه ومصريه وسوريه وكويتيه واردنيه؟ يعني ده موجود في كل حته، امال ليه في شرطه اداب وشرطه مكافحه الدعاره في كل بلد من دول؟ يعني ليه مصر فيها شرطة آداب؟ عشان لما واحدة تعمل تصرف مثلا خاطئ يبقى في محاسبة ليها. نفس الكلام موجود في سوريا، نفس الكلام موجود في الأردن، نفس الكلام موجود في أسبانيا، بعيدا طبعا عن المجتمعات الأوروبية ده مقبول فيها. لكن أنا قصدي إنك أنت ليه بتصدر خبر زي ده على عنوان عندك في جريدة؟ ليه؟ عايز تثبت إيه؟ عايز تثبت حاجة أنت مفيش أوسخ منك، أنت كموقع، أنا بتكلم النهاردة على الموقع ده، مفيش أوسخ منك. ولو دورت على الفضايح اللي عندك أنت هتلاقيها لا تحصى ولا تعد. يا ابني يا جماعة التربص أو محاولة التربص بأخلاق المغاربة وعرض المغربيات والكلام ده قدم، لأنه اتقال من شوية بهايم زمان، والبهايم دول احنا علمناهم خلاص، واللي ما اتعلمش فيهم بنديله بالجزمة بس كده. هو انت تعرف، وقلتها كتير قبل كده، التلفزيون المغربي يا حبيبي ما فيهوش بوس، ما فيش بوس، يعني التلفزيون المغربي ممنوع فيه البوس. فالبنت المغربيه بتتربى في بيت ما فيهوش بوس يا حبيبي. الرجاله المغاربه، وانا اتعاملت معاهم كتير، عندهم نخوه وعندهم غيره على بنات بلدهم جامده جدا، وشفتها بعيني، شفتها بعيني، وشفتها بعيني كتير مش مره واتنين. فانت النهارده عايز ايه؟ يعني الخبر ده انت كاتبه ليه؟ تخيلوا كده جريده مصريه ممكن تكتب كده؟ ممكن جريده مصريه تكتب خبر زي ده؟ انه في بنت مغربيه تعرضت للطعن من كويتي كانت مع في علاقه مع، هل ممكن ده موقع محترم يكتبه؟ ممكن موقع مصري يكتبه؟ ممكن موقع مغربي يتناوله كحدث في المغرب، حادثه، لكن في موقع مصري ممكن يكتب خبر زي ده؟ لا، لان انا ماليش دعوه، لان انا عندي البلاوي بتاعتي وكل بلد فيها المشاكل بتاعتها اللي هي زي دي. انما جريده الشروق دي انا ما اعرفش الصراحه لحد دلوقتي ما اغلقتش ليه، بجد جريده وسخه ما يتقالش عليها غير كده. واي صحفي فيها بيكتب مقال زي ده يبقى لا يستحق الا الضرب بالحذاء بس، ويبقى عنده مشكله نفسيه، او عنده حد بقى تبعه هو، واحده تبعه هو كان عندها علاقه في الحرام فعنده عقده نفسيه فبيدور على المغاربه. ده بالنسبه لي المبرر الوحيد. في نهايه الفيديو نتكلم، قلت اسماء الناس اللي جاوبت امبارح السؤال. السؤال بتاع امبارح كان اول دوله عربيه تنشئ مفاعل نووي، وكان اسمه تموز. اتوال فيلات كتبت العراق صح، ماريا تمجيد كتبت العراق صح،
وناديا اس كتبت العراق صح. السؤالين بتوع النهارده: ما هو أطول نهر في العالم؟ اكتبوا لي الإجابات في التعليقات. أطول نهر في العالم إيه هو؟ وأكبر كائن حي على وجه الأرض إيه هو؟ في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، وتحياتي ليكم، وشكرا على تواجدكم. كان شكركم بزاف، وكان بغيكم بزاف، وانتوا حبايبنا وفوق راسنا من فوق. وتحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم.